بالظبط. طيب احنا هنتكلم معاكي دلوقتي عن الابراج بالتفصيل، كل برج والتاني تعاملوا ازاي فتره الامتحانات وتحديدا ليله الامتحان. نبداهم معاكي ببرج الجدي. برج الجدي تعمل له هدوء. برج الجدي لازم تفصله عن اي دوشه، وما يحبش الرغي، يوفر له يعني. في ناس ممكن تذاكر قدام التلفزيون مثلا، الجدي لا. الجدي يعني في ناس تقعد تذاكر قدام التلفزيون؟ في انا كده؟ كنت اعمل كده. والتلفزيون شغال؟ بس موطيه الصوت خالص. موطيه الصوت بس اي دوشه حواليا. اقول لك ليه؟ احنا بنحب نحس ان في حس في المكان. بالظبط. وبعدين احنا خلي بالك الاسد برضو ملوش خلق قوي على المذاكره. يعني انا عايز اسالك سؤال اسامه، هي الابراج ايه اللي بتبص كده بس كده على عناوين وتنطبع في دماغها؟ اسد. ما بتقعدش تحفظي ليه؟ نظره واحده تكفي. لا ده اسلوب عمل. يعني انا ما بحفظش، انا دايما بقرا العناوين. انا عندي دايما مبدا نظره واحده تكفي في الكتاب. ايوه اهو، انا جبت نظره واحده، يعني المعلومه بتدخل في دماغي ما بتخرجش. 89 ما كنتش بذاكر ما شاء الله عليك. هي نظره واحده. 89 وعملت دراسات برضو بعديها. اكيد شفت كمان. مع اني ما بحبش المذاكره بس برضو. لا بس هو بيحب العلم جدا. جدا. بس نظره واحده تكفي. طيب احنا كده اتكلمنا عن الجدي، نيجي للبرج اللي بعده الدلو. الدلو يمكن الدلو من الابراج اللي ما عندهاش برضه قدره على المذاكره. فالجدو الجو اللي انت ما توترهوش، هو عارف بيعمل. الدلو على فكره من الابراج الذكيه جدا اللي برضه عنده نظره في الكتاب خلاص تكفي. فبلاش مامته تقعد تذاكر تضغط عليه، ذاكر ما تضغطيش يعني، ما بيحبش الضغط. لا هو عارف بيعمل ايه، هو ذكي وهتلاقيه في الاخر بينجح. فبالراحه كده عليه وما تضغطيش عليه. طيب احنا بس عايزين نفكر جمهورنا بارقام تليفوناتنا وصفحاتنا على السوشيال ميديا، قولوا لنا ابراجكم ايه وبتعملوا ايه وايه اجواء الامتحانات عندكم، فتره الامتحان بتتعاملوا ازاي، بتتصرفوا ازاي، كلمونا وقولوا لنا دلوقتي في انتظاركم طبعا. واحنا مع الاستاذه مايا ناجي دلوقتي نكمل مع بعض الدلو. الدلو زي ما قلت لك سيبيه ما توترهوش. في اهل بيوتروا خلي بالك. يعني في، ما انا عايز اسالك في الحته دي، ايه هي الابراج عند الامهات اللي بتوتر الاولاد؟ في ابراج كتير بتوتر الجدي. يعني ام الجدي صعبه جدا. تحب كل حاجه صح في مكانها. في مكانها. فالعذراء، الثور، فتحسها بتضغط على ولادها لان هي دايما دول ليهم نظره متوترة؟ مستقبليه. يعني الام الثور دي متوتره دايما؟ مش متوتره، عايزه ولادها احسن ناس. وبتبقى عندها اقتناع ان الدراسه دي هي اللي تخليهم احسن ناس، وده صح حقيقي. ايوه ما هو ده الفرق فيصل. ده حقيقي بس بتبقى بزياده شويه، فهي بتبقى ام بتوتر. ام الثور بقى يمكن الميزه بتاعتها ان هي بتساعد ولادها، تلاقيها بتلخص، تلاقيها بتذاكر، بتسمع. ممتاز. يعني ام الثور كير قوي يعني. نفسها جيب لهم المعلومات المفيده. بالها طويل قوي. ف بتحس ان المذاكره دي هي حاجه يعني مقدسه بالنسبه لها. طيب نيجي بعد كده للولاد وتعاملهم فتره الامتحان. احنا اتكلمنا عن الجدي والدلو، دلوقتي نتكلم على الحوت. الحوت من الابراج الهاديه اللي بيعرف واجباته، بيبقى عارف وعنده استعداد يقعد على المذاكره، ما عندوش مشكله. بس الحوت بقى ممكن موسيقى هاديه، مفيش خناقات، مفيش توتر. جو البيت يبقى مناسب. الحوت رومانسي. فعايز جو ما فيهوش مشاكل، لو سمع خناقه بين ماما وبابا قفل خلاص فصل. فلازم جو فيه سلام، فيه هدوء، فيه ابتسامه. هيقفل لو قفل خلاص. نيجي للحق.